بس هو اقل بس ليش؟ لان عندك فايده واكثر عرفت شلون؟ فانت تقفل تقفل الكره الملعب ونقول لهم يبغى مبلغ احتمال يوصل 70 انزين ليش ما ليش؟ والله الحساب مسكر وطالع عليه فوايد انزين بتيون معاكم مثلا حد الحد راح يقول لك البنك لا والله وين الفوائد احنا بهنا حاليا ما راح نقدر نحتاجها.